لتحليل أداء الين الياباني أمام الدولار وأسباب الانهيار ينضم إلينا مباشرة من أمستردام في هولندا سام حيدر المستشار الاستراتيجي للأسواق في ون رويال. مساء الخير سام. والين الياباني طالما اعتبر من عملات الملاذ الآمن، ولكن بعد الانهيار المتواصل منذ بداية العام مقابل الدولار، هل خرج بذلك من عباءة الملاذات الآمنة؟ أول شيء مرحبا وشكرا للاستضافة. بالفعل هلا خلينا نحكي أول شيء للين الياباني هو ملاذ آمن، هو كرمال مثل ما بنعرف أنه المستثمرين اليابانيين هن أكثر عالم بيحملوا السندات الحكومية اليابانية، ولكن اللي عم بيصير هلا حاليا دائما لما يكون في عنا ريسيشن او ركود اقتصادي بنلاقي انه في عنا ارتفاع بالين الياباني، ولكن مش لما يكون في عنا ركود اقتصادي تضخمي. لما يكون في عنا ركود اقتصادي مرافقه مع التضخم هذا بيجعل سحب السيوله من السوق من قبل البنوك المركزيه، وبالتالي هذا منه ايجابي للين، هذا ايجابي فقط للدولار الامريكاني كملاذ. نعم طيب، إذا اليابان تعيش الآن في حالة انكماشية وربما ركود، طبعا نظرا لظروف جيوسياسية كثيرة وأيضا التباطؤ في حجم التجارة العالمية، يعني لكن نلاحظ أنه الين به تراجع منذ عدة عقود ليس فقط بسبب الأزمات الأخيرة. نعم بالفعل هذا السؤال يعني كثير متداول وحتى ما في جواب حقيقي له، ولكن يعتبر هو انه بالتسعينات بعد ما صار في عنا قاعه اليابانيه اللي صارت، وبعد ما رفعوا البنوك المركزيه الفوائد وتيره سريعه، البنك المركزي الياباني ورفع الفوائد، وقتها صار في عنا بابل يعني الفقاعه، وبالتالي هذا اثر على سيكولوجيه اليابانية، وبالتالي لما يكون في عنا ضخ بالسيولة ما عم نلاقي كان في عنا استهلاك عم بيزيد، عكس أوروبا وأمريكا لما يكون في ضخ سيولة بالأسواق بنلاقي أنه في عنا الاستهلاك من قبل المستهلكين عم بيزيد، ولكن هذا الشيء ما بينطبق على اليابان بما أنه التسعينات كانت تجربة أليمة على الاقتصاد الياباني. وجدنا أنه أداء المركزي الياباني أنه يعني يدعم عملته المحلية تقريبا أنفق 50 مليار دولار، هل كانت هذه الخطوة مجدية برأيك؟ لا اللي شفناه ما كانت مجدية أنه أول ين، ولكن وقف تراجع الين إلى حد ما. هلا توقف تراجع الين هل ممكن نربطه ب البنك المركزي الياباني، تدخل المركز الياباني، او بما انه السوق يتوقع سياسه تشدديه اقل وتيره رفع الفوائد من قبل الفدرالي، هذا الشيء بعده محير السوق، ولكن لا ما بتوقع انه التدخل من قبل البنك المركزي الياباني هو حيخلي الين يرتفع. وما توقعاتك ل يعني انتعاش الين الياباني من جديد مقابل الدولار؟ هذا يعتبر اول شيء السوق هو عم يمشي حسب الماكرو، يعني عم بيشوف السياسات النقديه كيف عم تمشي، وبالتالي الين الياباني متعلق بقوه الدولار الامريكاني وسياسه اول الفوائد او فوارق الفوائد من بين الدول، وبالتالي لما نلاقي هلا انه في عندنا تباطؤ بالنمو الاقتصادي او السوق بلش يطلع اكثر على التباطؤ بالنمو الاقتصادي اكثر من خوف التضخم، هون حنلاقي تراجع بعوائد السندات الحكوميه من قبل دول متقدمه، وبالتالي ممكن نلاقي تراجع بالدولار الامريكاني وقوه بالمقابل بالين. سام حيدر المستشار الاستراتيجي للأسواق في ون رويال، شكرا جزيلا لوجودك معنا.